طيب ممكن بس اقول حاجه قبل ما نكمل. اوكي، امبارح احنا كنا بنسال بعض في الحلقه توقعات النتيجه. أيوة صح. انا ما قلتش على الهوا، ولكن لتاني مره على التوالي توقعاتي بتصدق. انا رحت عملت تويتر، يا ريت الزملاء بس ينزلوها دلوقتي. ده كان الساعه 4:30 العصر، وكنت بسال الناس على تويتر توقعات كل ماتش اليوم. انا اتوقع وانا بقول 2-0 او 1 للاهلي، وقد كان 2-0 او 1. تقصدي بيها يا 2-0 يا 1-0 ولا 2-0 او 2-1؟ او 2-1 للاهلي. يخرب عقلك ده بالظبط. شفت بقى، يعني انا ما بتظبطش معايا ولا مره. وبص بقى من بعض التعليقات، يعني اقرا كده. لا من هنا فين؟ كل سنه وانت طيبه. يا ريت انت بقى عشان النظر بعافيه يا اختي والمسافه بعيده. لا يعني ناس بركاتك يا شيخه. الله 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 الله. دي بعض التعليقات اللي جت. بس يعني انا مبسوطه ان تاني مره يعني التوقعات بتاعتي بتصدق. يعني سيبك انت، انا برضو بتفائل جدا بصباح النصر. صباح النصر. أيوة دايما الله. علينا يا رب، على النادي الاهلي دايما.